جي من أول ما نزلت السوق المصري وهي محققة نجاحات كبيرة، ومن أكتر موديلاتها اللي نجحت هي الـ HS، ودلوقتي منصور نزل منها بنسخة جديدة بلمسة عصرية وشبابية. أنا مريم مجدي من الأموال بلس، خليكم معانا علشان تعرفوا باقي التفاصيل. شركة المنصور أوتوموتيف وكيل علامة MG في مصر طرحت نسخة البلاك إديشن من سيارتها اللي هي الـ HS-MG SUV. طب ايه الجديد في النسخة الجديدة دي؟ حسب المعلن من منصور، فنسخة البلاك إديشن من MG HS هتتقدم بأربع ألوان، كلها هتتقدم بشبكة أمامية بشعار MG باللون الأسود ده بدلا من الكروم، وتطعيمات سوداء في الاكسدام الأمامي، وشعار MG خلفي باللون الأسود، وكمان قضبان سوداء على سقف العربية، وعتب وغطى مراية باللون الأسود، وجنوط جديدة بلاك إديشن مدهونة باللون الأسود. نتكلم بقى عن مواصفات العربية، وتاني حاجة هي المحرك. العربية أدائها رياضي، بتعتمد على محرك تربو سعة 1500 cc تربو، بيطلع بقوة 169 حصان وعزم دوران 250 نيوتن في المتر، ومرتبط بفتيس أوتوماتيك دول كلتش مكون من 7 سرعات، وبتتوفر بخمس أوضاع للقيادة، والأول مرة في هذه الفئة بنظام قيادة HS زودت سوبر سبورت، واللي بيوفر كل الطاقة اللي في العربية للمحرك علشان يطلع أقوى أداء ممكن. وبمجرد الضغط على زرار السوبر سبورت بتتغير كل الإضاءات الموجودة في داخلية العربية، وكمان شكل العدادات. وتالت حاجة وهي عوامل الأمان في MG HS. الأمان من أهم مميزات العربية ونقط قوتها، وبتيجي بست وسائد هوائية و11 نظام مساعد للفرامل، منها الفرامل الـ ABS ونظام الثبات الإلكتروني اللي هو الـ EBS، وفرامل يد إلكترونية ومانع للسرقة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات. والعربية أخدت 5 نجوم في اختبارات اليورو والـ NCAP، ودي الشهادة الخاصة باختبارات الأمان للسيارات في أوروبا، وبتيجي MG لأول مرة بنظام تحذير النقاط العمياء، وكمان نظام تحذير عند فتح الأبواب الأمامية وفي عربية في الطريق، ونظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية أثناء القيادة. ورابع حاجة معانا هي داخلية العربية الـ MG HS. العربية من الداخل فيها فخامة وعصرية كبيرة وخامات بجودة عالية جداً، وبتنزل بكراسي رياضية، وبتيجي الـ MG بأكبر فتحة سقف بانوراما في الفئة، سواء من حيث المساحة البانورامية أو من ناحية الجزء اللي بيتحرك. كمان شنطة العربية بتيجي كهربا وبتقدر تتفتح على 3 مستويات. بتيجي الـ HS كمان بتكييف بتكنولوجيا تقنية الهواء، واللي بتقضي على البكتيريا والفيروسات الموجودة داخل العربية خلال 3 دقايق. نروح بقى لآخر حاجة هي الضمان والأسعار. بتتقدم نسخة البلاك إديشن من MG بفئة واحدة بس من التجهيزات بسعر رسمي، وهي ب 875 ألف جنيه، وبتيجي بضمان 150 ألف كيلو أو 6 سنين أيهما أقرب. ودي كانت كل حاجة عن النسخة الجديدة من الـ MG HS، فتابعونا على الأموال بلس علشان يوصل لكم كل جديد.